هلا عندي هون اذا اخذنا المعادلات راح نضطر راح نسمي هلا ويتنج تايم يمكن لازم احطها انا سمول تي ويتنج تايم تبعت 5 بتساوي 0 ويتنج تايم تبعت 4 بتساوي 1 على لامدا ماينس تي بي ام صحيحه هاي وبعدين لما باخذ هون دبليو تي 3 راح تصير عندي 2 1 على لامدا ماينس 2 تي بي ام وبدبليو تي 4 بتساوي 3 1 على لامدا ماينس 3 تي بي ان لحد ما اوصل اذا عندي مثلا دبليو تي بي بتساوي بي ماينس 1 1 على لامدا ماينس بي ماينس 1 في تي بي ان وتساوي بي ماينس 1 في 1 على لامدا ماينس تي بي ان هيك هاي قاعده عامه هون هاي هذول بالنسبه لهذول طيب الفاينل ويتنج تايم شو بدي اعمل؟ بدي اخذ هذول كلهم واعملهم افريج مزبوط بدي اخذ فبصير عندي هلا الافريج ويتنج تايم هو السميشن 1 على بي من اي بتساوي 1 لبي بي ماينس 1 او هون لازم احنا حطينا اي مش هيك لازم حطينا احنا بدلاله اي فهذه راح تكون كأنها هون W T I بتساوي P minus I على لندا مضبوطة P minus I I إذا كانت عندي واحد فصارت عندي W T 5 مضبوط أنا هون بس اللي انتهيت فيه الغلط هذه راح تكون واحد مضبوط فهي راح تصير P minus واحد و I راح تصير P minus I مضبوط وخمسة كانت عندي خمسة ناقص خمسة وهاي هون خمسة ناقص أربعة فصارت عندي المعادلة العامة هي P minus I في 1 على لامدا minus T P بلاش أحط الـ I هون تلخبط فيها أوكي ماشي واضح؟ فصارت المعادلة العامة فلأي هون W T I بدها تكون P minus I في 1 على لامدا minus T P والرننج من رن فروم 1 ل P ماشي أوكي الكل متفق على هاي الفورمة جمعنا كل الـ waiting times قسمناهم على عدد الباسنجرز والباسنجرز لهم ايكوال ويت ولا لا ما فيش اولويه لباسنجر على باسنجر فهذا ما راح يكون ويتد افريج راح يكون افريج عادي من هون اذا نحط المعادله هون اي دبليو تي بدها تساوي سميشن من اي بتساوي 1 تي 1 على بي بي ماينس اي 1 على لامدا ماينس تي بي طبعا هون واضح انه هاي بتصير نيجاتيف اذا ما اشتغلت مضبوط اه إذا كانوا هدول معكوسين بدي أعكس هدول الاثنين إذا كان هذا صحيح أه؟ بس إحنا افترضنا بالهذا إنه واحد على لامدا أكبر من تي بي إن طيب هلا هاي بتصير عندي واحد على بي سميشن أي بتساوي واحد بي بي وهذا كونستنت حتى الكونستنت هذا كله بكان نطلعه برا اللي هو واحد على لامدا ماينس تي بي هذا بيساوي اي دبليو تي هذا كله بطلعه لبرا بدي عندي السميشن جوا هي بي و i مضبوط فهاي summation من i بتساوي 1 ل 1 p و p هي نفسها constant ناقص summation i من i بتساوي 1 الى اوكي مضبوط هذه اصلا عباره عن هاي هون من 1 الى p كانت مش هيك فعندي هون شو يعني summation من 1 ل p هلا p بقدر اطلعها برا شو بضل محلها 1 لما بجمع 1 لنفسه p تايمز شو بعطيني p مش هيك مضبوط فبصير عندي هلا هاي وحتى هاي واحد على بي بقدر احطها كلها برا من هون فبضل هذا الجزء برا جوا بصير عندي الان سميشن من اي لبي في بي بتصير هذه هون بي سكوير مضبوط ناقص هلا ايش بدي اجمع؟ بدي اجمع اي اي فبدي اجمع 1 2 3 4 على بي شو هاي المتواليه؟ لا مجموع 1 2 3 4 لحد ما اوصل بي هاي متواليه؟ مضبوط حسابية اريثمتيك سيريز مش هيك؟ شو بعمل؟ إذا بدي أجمع 1 2 3 لحد ما أوصل بي هدول السم تبعهم بقدر أجيب سم ثاني بس أعكسه لحد ما أوصل 2 1 لو جمعت هدول الاثنين شو بعطوني؟ 2 في السميشن شو بساوي؟ بي زائد 1 بي زائد 1 بي زائد 1 مش هيك؟ مش بي ماينس 1 زائد 1 يعني بي زائد 1 بي زائد 1 في على مضروب فيه اول شيء في بي مضبوط فبتصير بي في بي زائد 1 على 2 بنشيل 2 من هون وبنحط هذه هون لان هي السميشن اوكي ماشي مضبوط الكل واضح هون شو عملنا
جمعنا اي، جمعنا متوالية هندسية، متوالية حسابية بتبدأ من واحد لـ بي، فهذه بيصير مجموعها بي زائد واحد على اثنين. راح نحل هذا الجزء. هلا بدنا نبسط هذا، صارت عندي هلا A W T تساوي واحد على لامدا ماينس T P N على P، وعندي هذا الجزء، هذا الجزء بيصير P سكوير. هلا بيصير عندي P في P، P سكوير على اثنين، وبعدين بيصير عندي P في واحد ناقص P على اثنين مضبوط، ويساوي واحد على لامدا ماينس T P N. بندخل ال P جوا بيصير عندي P ماينس عندنا P، وهون رح تصير هاي P على 2 وهذه ناقص 1 على 2. P ناقص P على 2 بتصير P على 2 ناقص نص في 1 على لامدا ماينس TP، وبعدين هاي بتصير P ناقص 1 على 2 في 1 على لامدا ماينس TP. ناخذ typical value، لو اخذنا مثلا P بتساوي 12 وناخذ لامدا بتساوي 0.4 و تي بي بتساوي 1.2 سكندز، شو بيطلع معي الافرج ويتنج تايم؟ بصير عندي 12 ناقص 1 11، 11 على 2 5.5، 5.5 وهي بتطلع 1.3 مضبوط؟ قديش 1.3 في 5.5 تقريبا؟ بتطلع 6 ولا اكثر؟ 6.5. حد يضربها بس على هاي، تاكد هذه هون سبعة وقديش؟ 15 7.15 سكند. اوكي ماشي، هذا طبعا رقم